اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا والد الشهيد محمود مكي أبو تقي الذي استشهد في 17/2/2011 في اعتصام جماهيري مرخص، وأؤكد في اعتصام جماهيري مرخص حسب الإعلام الرسمي وبتصريح من رأس السلطة، وأكد على هذا التصريح وزير الداخلية. تفاجأ شعب البحرين في هذا الهجوم الغادر على الدوار، على المعتصمين، وأطلق على ولدي الشهيد محمود بسلاح وزارة الداخلية سلاح الشوزة. وما زالت القضية، مضت 5 أعوام إلى الآن، نحن اليوم نمر بتاريخ الذكرى 5، أي 17/2/2016. مضت 5 أعوام على هذه الجريمة البشعة التي لا تنسى أمام شعب البحرين الكريم. أعداد من الجرحى وكوكبة من الشهداء من خيرة أبناء البحرين. وما زالت قضية ولدي الشهيد محمود أبو تاكي ضد مجهول. أين حقوق الإنسان؟ أين شعب البحرين؟ أين حقوق الإنسان وأين مطالب شعب البحرين؟ ما زلت أطالب بحقوقي في القصاص من قاتل ابني، وما زلت أؤكد وأطالب من حقي بالمطالبة بالكشف من أعطى الأوامر في مداهمة الدوار، وما زلت أطالب بالكشف عن هذا القاتل لابني. لا جواب، بل ما زالت السلطة تتابع جميع تحركاتي، وما زلت أقول لن أتراجع. نحن قررنا كعائلة باسمي وباسم عائلة الشهيد، وأنا اخترت هذا الطريق، وإن شاء الله سائر إليه، ولي الشرف إما السجن وإما أن يكون قبري إلى جوار ابني، وهذا شرف لي أعتز به. الشهيد محمود أبو تاكي ترك لي رسالة ما زالت في خاطري قبل استشهاده بساعات: على الإنسان أن يترك وراءه كل شيء جميل، فما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. سلامي يا أبي العزيز، أحبك أحبك أحبك، كررها 3. وأنا أقول له يا نور عيني على الدنيا العثارة، لا خير في الدنيا. إن شاء الله، اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم تقبل منا هذا القربان، واحشره مع محمد وآل محمد الأطهار، وتقبله مع
أنصار أبي عبد الله الحسين. يا رب، محمود لم يرفع صوتا في وجهي، محمود يخجل إذا جاء أن يسلم أنا بقوم إليه يضربني على كتفي يقول لي اقعد يابا أنا اللي أقوم. هذا كان محمود. إحنا نسميه شمعة البيت، كل العائلة تعرفه. محمود ترك فينا أثر كبير. السلام عليكم وشكرا لكم على مواصلتكم مع عوائل الشهداء، وشكرا لعوائل الشهداء في كل مواقفهم ومشاركاتهم مع شعب البحرين. رغم الألم والإحساس لكنهم ما زالوا همهم هم شعب البحرين، وحقوقنا ومطالبنا مشروعة ولن نتراجع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.